بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس كتاب الله تبارك وتعالى، ونتمعن ونتأمل في معانيه، ونستخرج بعض أحكامه وحكمه، اقتداء منا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدارس القرآن مع جبريل في رمضان، وحتى يشملنا كذلك الفضل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. إذن وصلنا في مدارسة سورة القيامة إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الآيات ذكرها الله سبحانه وتعالى ليبين به عاقبة من آثر الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، وعاقبة من آثر الحياة الدنيا على الآخرة. فمن آثر الآخرة على الدنيا يكون جزاؤه يوم القيامة نظرة الوجوه ونظرها إلى رب العزة سبحانه وتعالى. ومن كان مؤثرا للحياة الدنيا على الآخرة فتكون عاقبته أن يكون وجهه أسود كالحا، وأن يكون منتظرا للدواهي العظيمة التي ستصيبه. هذا مآل الفريقين، وهذا كذلك من أعظم المشاهد التي ستكون يوم القيامة، حينما يحشر الناس سينقسمون إلى قسمين: قسم يكون وجهه مستبشرا وفرحا، وقسم يكون وجهه مكفهرا وأسود كالحا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تبيض وجوههم وتفرح يوم لقاء الله سبحانه وتعالى.
إذا قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة، يعني من آثر الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، من كان مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، من كان ممتثلا لأوامر الله مجتنبا لنواهيه، فهذا سيكون وجهه يوم القيامة ناظرا. والنظرة هي الجمال، والنظرة هي الجمال، وجوه يومئذ ناظرة، وهذا كقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وكذلك يعني شبيه بقول الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه، يوم تبيض وجوه. إذن هذا الجمال وهذا البياض وهذه النضرة التي تكون على وجه أهل الإيمان يوم القيامة ما هو إلا انعكاس للأعمال التي كانوا يقومون بها في الحياة الدنيا. يعني من هنا باش نعرفوا بأن ما تقوم به أيها المسلم في الحياة الدنيا من أعمال صالحة، يعني هذه الأعمال هي أعمال جميلة وأعمال تجملك، فالصلاة تجملك والصيام يجملك والزكاة تجملك والحج يجملك وبر الوالدين يجملك، صلة الأرحام تجملك، كلها الطاعات التي أمرت بها في الحياة الدنيا هي جمال. ولا شك ولا ريب أن أهل الإيمان يكون عندهم في الحياة الدنيا الجمال الحسي والجمال المعنوي، يعني هذه الأعمال التي يقومون بها هي جمال معنوي، وإن كان جمالا معنويا فإنه ينقلب جمالا حسيا، كيولي حتى يعني في البشرة ديال المؤمن فرق كبير بينه وبين أن يكون كافرا. تيكون الإنسان كافر تتكون الملامح ديالو في واحد الشكل معين، ولكن حينما يصبح مؤمنا تتغير ملامح وجهه، فيصبح النور على وجهه يعني يتحلى بحلة الإيمان فيزداد جمالا، هذا في الحياة الدنيا. حينما يأتي يوم القيامة هذه الأعمال التي كان يقوم بها في الحياة الدنيا تصبح جمالا ظاهرا في الحياة الآخرة. لذلك ذكرت هذا الأمر باش نحبوا الأعمال اللي كنديروا في الحياة الدنيا، جميع الطاعات التي يأمرك بها الله سبحانه وتعالى أو يأمرك بها النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا أدوات الجمال، يعني أشياء تجملك وتزينك. فلا ينبغي أن تظن نفسك قبيحا بهذه الأعمال الصالحة، لأنك يعني دابا اللي كيظن بأن التدين هو تخلف، وبأن التدين هو أمر قبيح، وبأن التدين هو رجعية أو تخلف، لا بالعكس، التدين تجمل وتزين وتحلي بأكمل الحلل. ولكن إمتى غادي يبان لنا هذا الأمر على حقيقته؟ يوم القيامة، لأن يوم القيامة كتجلى الحقائق، يوم تبلى السرائر تتجلى الحقائق والمسائل الخفية تصبح ظاهرة. فهذه الأعمال التي نقوم بها في الحياة الدنيا خصنا نعرفوا بأنها وسائل للجمال. إلا صليت ولا استقمت ولا تدينت ولا تمسكت بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك تسعى في أن تجمل صورتك يوم القيامة. وإلا فرط في المسائل، لا إلا فرط في المسائل، فرط في تدينك وفي استقامتك حمك الله، يعني إلا فرط في الأمور فإنك
ترسم لنفسك صورة قبيحة بالأفعال التي تفعلها وبالمعاصي التي ترتكبها وبالبعد عن الله عز وجل الذي تبتعده، فترسم لنفسك صورة قبيحة ستفاجئك يوم القيامة. بحال كما تنقولوا أنه غدا يوم القيامة غادي يقول لك الله تعالى: ها وجهك الحقيقي، هذا وجهك الحقيقي. فإذا جملته بالطاعة فهو جميل، وإذا نقشت فيه المعاصي يصبح وجها قبيحا، نسأل الله المعافاة. إذا قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني وجوه أهل الإيمان تكون جميلة وتكون طرية وتكون صبوحة وتكون مستنيرة وتكون فرحة وتكون فرحة. علاش؟ لأنها تزينت بزينة الإيمان وتجملت بجماله، لأن الله جميل يحب الجمال، وكل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فهو جميل. يعني الله تعالى من أسمائه الجميل، ومن صفاته سبحانه وتعالى الجمال، وكل ما يأمرنا الله به فهو جميل. أي حاجة أمر بها الله سبحانه وتعالى وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي جميلة. وخا غادي يكون بعض الناس يناقشوا في بعض المسائل، بعض الناس يعتقدون أن إعفاء اللحية قبيح مثلا، أو أن تقصير الثياب قبيح مثلا، ولكن هذا غلط، بالعكس هذا هو غاية الجمال. ولذلك الناس اللي عندهم الفهم الحقيقي للجمال ولقواعده وأسسه كانوا يقولون كما قالت عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى، والذي زين الرجال باللحى. فالناس اللي عندهم فهم مستقيم لمسألة الجمال يعتبرون أن هذا من قبيل الجمال وليس من قبيل التخلف وليس من قبيل القبح في شيء. إذن كل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به في هذه الشريعة الغراء فهو جميل، وإذا امتثلنا به فإننا نمتثل معالم الجمال التي تستحيل جمالا حقيقيا يوم القيامة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال: إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى بالضاد من النضرة، وناظرة الثانية بالضاء من النظر، يعني أنها تكرم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. إذن شوف سبحان الله كيف يكرم الله عز وجل أهل طاعته، وكيف يكرم الله سبحانه وتعالى أهل الجمال من خلقه، فيجعل صورتهم حسنة وجميلة، يجعل صورتهم حسنة وجميلة، ويكرمهم بأن ينظروا إليه سبحانه وتعالى. إلى ربها ناظرة، يعني أنها ستنظر إلى الله سبحانه وتعالى. والنظر إلى وجه الله عز وجل هذا من أعظم النعيم الذي يكرم الله تبارك وتعالى به أهل الجنة. أهل الجنة أعظم نعيم يكرمهم الله تبارك وتعالى به هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا النظر له لذة عظيمة جدا وخاصة، يعني واحد لذة لا تعادلها لذة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ذلك، كان من دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، يعني أن الوجه دي الله سبحانه وتعالى إذا نظرت إليه فإنك تتلذذ تلذذا عظيما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. يعني رأى أهل الجنة ما أعطوا نعيما
أفضل من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعني لأن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يعني فيه لذة عظيمة وفيه نعيم عظيم جدا، وله أثر بالغ وعظيم على النفس، له أثر عظيم. جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا رأى الله سبحانه وتعالى يزداد بهاء وجمالا. يعني هم أصلا يعني أهل الجنة متصفون بالجمال وبالندرة وبالصورة الحسنة، وصورتهم تكون كأحسن ما أنت رائم، ولكن إذا رأوا الله سبحانه وتعالى ازدادوا جمالا، ازدادوا جمالا، ازداد جمالهم وحسنت صورتهم بشكل أكثر. وكلما رأوا الله عز وجل كلما ازداد جمالهم، لأن كاين من الناس اللي كيشوفوا الله تبارك وتعالى مرة في الأسبوع، وكاين الناس اللي كيشوفوا الله سبحانه وتعالى بكرة وعشيا، كاين اللي يشوفوا في الصباح ويشوفوا في العشية، وختمة ما كاين لا ليل ولا نهار، ولكن مرتين في اليوم، وكاين اللي يشوفوا مرة في الأسبوع. ففي كل مرة يزداد الجمال ويزداد الحسن، فأش من إكرام أكبر من هذا الإكرام؟ وهذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عنه من طرف الصحابة، قالوا له: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية الله كما لا تضارون في رؤية أحدهما. النبي عليه الصلاة والسلام سألوا الصحابة قالوا لي: يا رسول الله، واش غادي نشوف الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: واش كيحصل بيناتكم ضرر إذا أردتم أن تروا الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني واش بغيتوا تبغوا تشوفوا الشمس؟ يعني كتزحموا ويضر بعضكم بعضا باش تشوفوا الشمس في رابعة النهار وليس دونها سحاب؟ قالوا له: لا، إلا بينا نشوفوا الشمس، نخرجوا على برا وكل تيشوف الشمس من بلاصتو بلا ما نتزحموا باش نشوفوا الشمس. قال لهم: والقمر كذلك، ليلة البدر إلا كان في السماء وما فيه لا سحاب ولا أي شيء، واش كتزحموا ويضر بعضكم بعضا إذا أردتم رؤيته؟ قالوا له: لا، أصلا إلا بينا نشوفوا القمر كذلك، يعني كل واحد فينا راه تيشوف القمر من مكانه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كذلك رؤيتكم لله سبحانه وتعالى، كذلك رؤيتكم لله سبحانه وتعالى، الرؤية ديالكم لله عز وجل بحالها بحال الرؤية ديالكم للشمس، بحالها بحال الرؤية ديالكم للقمر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث، قال: وهذا فيه تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. يعني قال لك هذا فيه تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني الرؤية ديالك للقمر والرؤية ديالك للشمس بحال الرؤية ديالك لله تعالى، ماشي معناه أن الله يشبه القمر أو يشبه الشمس، ماشي الله راه كيشبه القمر ولا كيشبه الشمس، ولكن غير الطريقة باش كنشوفوا الشمس والطريقة باش كنشوفوا القمر هي الطريقة باش غنشوفوا الله سبحانه وتعالى. إذا قال لك هذا هو وجه التشبيه، وجه التشبيه هو أنه شبه الرؤية بالرؤية وليس المرئية اللي هو الله سبحانه وتعالى بالمرئي الذي هو الشمس والقمر. إذا النبي عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث متواترة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، ويستدلون على ذلك بالأحاديث الكثيرة المتواترة وكذلك بالآيات القرآنية، منها هذه، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا
الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فللذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة، فالذين أحسنوا لهم الحسنى وهي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وبذلك فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فش قال بأنه ما أعطي المسلمون وأهل الإيمان ما أعطوا عطاء أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، قال وهي الزيادة، يعني هذه النظر إلى وجه الله الكريم هي الزيادة، والزيادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم قول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون الله عز وجل، لأنه إذا حجب أهل معصيته فمن باب أولى أنه لا يحجب أهل طاعته، لأنه إذا كانوا المؤمنين تهم محجوب عن رؤية الله، فما قيمة هذا الأمر اللي هو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون؟ إذا كان كل شيء محجوب علاش أنا يهضر غير على الكفار؟ فما دام أنه يحجب الكفار هذا دليل على أنه لا يحجب أهل الإيمان، لأنه يحجب أهل الكفر عقوبة، ويتجلى لأهل الإيمان إكراما. إذا الله عز وجل هو يحجب أهل الكفر عقوبة لهم، ولكنه يتجلى لأهل الإيمان إكراما لهم. أما غير أهل السنة من أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية فإنهم لا يؤمنون بأن الله عز وجل يرى، ما كيأمنوش بأن الله تبارك وتعالى راه يرى في الدار الآخرة. علاش؟ قال لك إلا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يرى، إذن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، قال لك الله تعالى قال لا تدركه الأبصار، إذن هذا دليل على أن الله تعالى ما كيتشافش في الدار الآخرة. وقال أهل السنة بأن هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال هو غير صحيح. علاش؟ لأن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، بمعنى لا تحيط به الأبصار، فالمنفي هنا ليس هو الرؤية، المنفي هنا هو الإدراك الذي فيه الإحاطة، هذا هو المنفي. أما مجرد الرؤية فهي ثابتة، نحن نرى الله عز وجل، لكن هل رؤيتنا تحيط بالله؟ لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل من صفاته الكبر، فهو سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير ومن صفاته الكبر، فأنت تراه ولكن رؤيتك لا تحيط به سبحانه وتعالى. إذن معنى قوله تعالى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، يعني أبصارنا لا تحيط بالله سبحانه وتعالى، فهي تراه ولكنها لا تحيط به ولا تدركه كله سبحانه وتعالى. كذلك استدلوا بقول الله تعالى لموسى لن تراني، يعني مشوا يقلبوا خلوا الأدلة الواضحة من القرآن الكريم والنصوص النبوية المتواترة الواضحة المعالم والدلالات، ومشوا يقلبوا شيء يعني شيء 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 أدلة يعني ليست صريحة في الباب. قال لك ها هو الله تعالى يقول لموسى عليه السلام، فش قال لي ربي أرني أنظر إليك، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك.
فقال لك هو الله تعالى قال لموسى عليه السلام لن تراني، وقال لك راه لن في اللغة العربية تفيد النفي المؤبد، قال لك كلمة لن في اللغة العربية تفيد النفي المؤبد، يعني راه لن تراني، لن تراني أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، يعني هكا هما يعني يفهموها. وهذا إشكال، هذا إشكال، القول بأن لن في اللغة العربية يفيد النفي المؤبد هذا كلام غير صحيح، بل هي تفيد النفي المؤقت ماشي النفي المؤبد. ولذلك الإمام بن مالك رحمه الله ذكر هذه المسألة في كافيته وقال: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعدد، ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، يعني قال لك اللي تقول لك بان لن تفيد النفي المؤبد اردد قوله، اردد قوله وسواه فاعدد، يعني واعدد وتمسك بالقول الاخر الذي يقول بان لن لا تفيد النفي المؤبد. علاش؟ لان الله تبارك وتعالى في القران فاش هضر على الكفار في قضيه تمنيهم للموت اشنو قال؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، يعني قال لن يتمنوه ابدا، يعني هنا نفى تمني الكفار للموت باش من اداه بلن، لن يتمنوه ابدا، اذا شوف لن ومعضده بالتأبيد. ومع ذلك الكفار في يوم القيامه غادي يتمنوا الموت ولا لا؟ غادي يتمنوا. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، ليقضي علينا ربه، هذا ليقضي علينا ربك اش كيكون هذا؟ تمني لي للموت. اذا ها هو قال الله تعالى لن يتمنوه ابدا وفي الاخر سيتمنونه. اذا ها هو راه النفي بلن لا يفيد ماذا؟ لا يفيد التأبيد، لا يفيد التأبيد. اذا هما قالوا راه لن تفيد التأبيد، يعني لن لا تفيد التأبيد. لن تراني ماشي معنى لن تراني ابدا، لن تراني اي لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. علاش؟ لان هذه الايه هذه تدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل لا يرى. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده واحد القاعدة جميلة تقولها، تقول لك: ما استدل مبطل بدليل على باطل إلا وكان في ذلك الدليل ما يبطل دعواه. قال لك أي شيء واحد مبطل كيجيب شي آية ولا شي حديث تبغي يستدل به على شيء باطل، قال لك إلا تأملتي في هذيك الآية اللي جابها ولا ذاك الحديث اللي جابه كتلقى في ذلك الدليل ما يبطل دعواه. لذلك هذه الآية اللي احتجوا بها الجهمية والمعتزلة على أن الله لا يرى اللي هي لن تراني، فيها الدليل على أن الله يرى. في كاين وجه الدلالة، وجه الدلالة في أن موسى عليه السلام سأل رؤية الله، قال: ربي أرني أنظر إليك. إذا موسى عليه السلام وهو من الرسل ومن أولي العزم من الرسل، واش بيخفى عليه بأن الله لا يرى؟ كون كان الله ما كيتشافش بتخفى على سيدنا موسى عليه السلام؟ ما غاديش تخفى عليه. إذا مادام سيدنا موسى قال الله تبارك وتعالى: ربي أرني أنظر إليك، هذا دليل على أن الله تعالى يرى، بمعنى أن الرؤية على الله تعالى جائزة، يعني الرؤية جائزة على الله سبحانه وتعالى. ما دام قال ليه أرني أنظر إليك، راه موسى عليه السلام عارف ما يجوز وما لا يجوز على الله. هو موسى عليه السلام سول غير قضية استعجال المسألة في الحياة الدنيا، أما قضية واش الله تعالى يرى، موسى عليه السلام يقر بسؤاله هذا أن الله تعالى يرى، وأن الرؤية على الله ماشي شي حاجة اللي هي مستحيلة، لا شي حاجة اللي هي كاينة. غير الله تبارك وتعالى بغى يبين لي بانه راه التركيبه ديالنا احنا في الحياه الدنيا، التركيبه ديالنا في الحياه الدنيا لا تقوى على رؤيه الله سبحانه وتعالى. نكتب واش قال لي الله تعالى: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يعني الله تعالى تجلى للجبل، يعني الجبل راى الله ولا لا؟ راى الله عز وجل، وخا
يعني ما شافش الله تبارك وتعالى، يعني ما شافش واحد القسم كبير من الله عز وجل، وإنما تجلى من الله سبحانه وتعالى قدر ما يجري يعني في الخاتم، يعني قدر رأس الأنمون، تجلى من الله سبحانه وتعالى للجبل مقدار رأس الأنمونة، يعني قدرك، فدك الجبل، يعني الجبل اللي هو صلب وقوي وعظيم وكبير وثابت الأركان لم يستطع أن يثبت لرؤية الله سبحانه وتعالى، هذا استفدوا منه العلماء، قال لك إذا كان الله عز وجل تجلى للجبل وهو جماد أفلا يتجلى لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وأتقيائه وخيرته من خلقه؟ إذا كان الله تعالى جائز له، إذا كان الله تعالى تجلى للجبل ورآه الجبل، رأى الإيمان أولى بأن يرى الله سبحانه وتعالى، إذن هذا دليل على أن الله تعالى يرى، على أن الله عز وجل يرى. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن الله تعالى يرى، ولكن لا نستطيع رؤيته في الحياة الدنيا، لأن رؤيته في الحياة الدنيا، لأن تركيبتنا في الحياة الدنيا لا تقوى على رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن عقيدتنا الراسخة التي نؤمن بها أن الله عز وجل يراه أهل الإيمان يوم القيامة، ويستمتعون بهذه الرؤية وينتفعون بها ويتجملون بها. إذا قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كاين وجوه أخرى، إذن هذه وجوه يراها الله، ترى الله سبحانه وتعالى وتكون جميلة ونظرة وفرحة مستبشرة، ليس فيها ذلة وليس فيها سواد. والوجوه الأخرى وجوه باسرة، باسرة يعني سوداء كالحة عليها غبرة، عليها غبرة. هذه الوجوه السيئة، هذه الوجوه القبيحة، هذه الوجوه القبيحة تظن أن يفعل بها فاقرة. تظن هنا بمعنى تتيقن، لأن الظن كما تعلمون قد يكون بمعنى اليقين، وقد يكون بمعنى الشك، وقد يكون بمعنى الكذب. ظن قد يكون بمعنى اليقين، وقد يكون بمعنى الشك، وقد يكون بمعنى الكذب، وقد يكون كذلك بمعنى التهمة. فظن هنا بمعنى اليقين، يعني أن هذه الوجوه الكارحة السوداء المظلمة التي تعلوها الذلة وتغشاها الذلة، هذه الوجوه تظن بمعنى تتيقن أن يفعل بها فاقرة، تتيقن أن يفعل بها مصيبة، تتيقن أن تنزل بها داهية عظيمة، تتيقن أن ينزل بها سخط الله سبحانه وتعالى، وتتيقن أن ينزل بها غضب الله سبحانه وتعالى. هذه الوجوه الكالحة السوداء أيها الفضلاء الكرام، هذا السواد ليس ظلما، مش الله تعالى ظلم هاد الناس وجعل الوجوه ديالهم سوداء، لا أبدا، الله عز وجل جعل وجوه هؤلاء سوداء لأنهم سودوها بأعمالهم، سودوها بأعمالهم. إلا قلنا ربنا بأن الطاعات تكون جمالا ونورا، فالمعاصي تكون قبحا
وظلمة، تكون قبحا وظلمة. وحتى أبين ذلك أذكر ما رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، يعني هذه الرؤيا اللي شفها النبي صلى الله عليه وسلم العدد من المشاهد. من ضمن المشاهد اللي شفها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا يعني فأتينا على مكان يشبه مدينة فيه ناس شطر وجوههم كأحسن ماء تراه وشطر وجوههم كأقبح ما أن تراه. يعني كاين الناس شافهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام نص ديال الوجوه ديالهم كأجمل ما رأت عينك، والنصف الآخر كأقبح ما رأت عينك. ويتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المشهد وقال من هؤلاء؟ يجب من هؤلاء ذوك الناس اللي كانوا معه جبريل وميكائيل. فقالوا لي انطلق. ملي بداو كيفسروا لي اش قالوا لي؟ قالوا لي هؤلاء الذين رايت وجوههم نصفها كاحسن ما انت رائي ونصفها كاقبح ما انت رائي هؤلاء اناس استوت حسناتهم وسيئاتهم. فالحسنات تجعل الوجه كأحسن ما أنت رائي، والسيئات تجعل الوجه كأقبح ما أنت رائي. إذن فهؤلاء القسم الأول غلبت سيئة حسناتهم سيئاتهم، الحسنات هي اللي غلبت، فكان وجههم كله جميلا. القسم الثاني غلبت سيئاتهم حسناتهم، ربما تلقى عندهم حسنات كفار نيت كتلقى عندهم حسنات، ولكن ذاك الكفر اللي كيديروه كيفوق ويغطي كل سيئة. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، يعني كيدير بعض الحسنات ولكن كيغطيها بالكفر بالشرك بالسيئات العظيمة، ما كتبقاش تبان هذه الحسنات. فيكون وجهه كأقبح ما أنت رائي، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الصورة هذه مش يظلمهم الله تبارك وتعالى بها، وإنما هي تعكس أفعالهم التي فعلوها في الحياة الدنيا. راه الأفعال ديالهم اللي داروا في الحياة الدنيا هي اللي بنت على حقيقتها وعلى وجههم يوم القيامة. لذلك علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن العبد المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زيد فيه، وهو الران الذي قال فيه الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المعصية التي يفعلها الإنسان تنقلب سوادا سوادا وينقط في القلب، تتولي سواد في القلب، وملي تتظلم القلب راك يتظلم حتى الوجه، لأن الوجه مرآة القلب. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن للمعصية لا ضيقا في الصدر وظلمة في القلب وسوادا في الوجه، يعني داك الشيء راه مترابط. المعصية كتكون نقطة سوداء في القلب ينتج عنها ضيق في الصدر وينتج عنهما سواد في الوجه. وخي كل إنسان أبيض أبلق يعلوه السواد، سواد المعصية يعلوه سواد المعصية. فاش كيكون الإنسان كافر بالله عز وجل أو مشرك أو مرتكب للكبائر، يعني وخا يكون عنده من البياض ما يكون، فإن سواد المعصية يعلو وجهه. والعكس كذلك، لك الإنسان من أهل الإيمان وأهل الطاعة ولو كان وجهه وبشرته
سوداء حالكة فإنها تعلوه ملاحة وجمال، جمال طاعة وجمال إيمان. بلال كان أسود وكان جميلا، وأبو لهب كان أبيض وكان قبيحا، لأن جمال الفعل ينعكس على جمال البشرة، وقبح الفعل ينعكس على قبح البشرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شوف التشبيه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هل نشتيت الوجوه ديالهم ومرقتها في قطع الليل المظلم، في قطع الليل المظلم، ولو كان الإنسان أبيض البشرة لكن يصبح وجهه أسود بسبب ما يرتكبه من المعاصي وما يرتكبه من الذنوب. إذا قال الله سبحانه وتعالى: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني تتيقن أنه سيفعل بها داهية ومصيبة عظيمة. وفعلا على الإنسان اللي كان الوجه ديالو أسود، نسأل الله السلامة والعافية، رأى من القبر والدواهي تتوالى عليه، يعذب في القبر، بل لكي يتحشر يوم القيامة يبقى في الشمس وحرها ويعذب في عرصات القيامة، ثم يقال من كان يعني يعبد شيئا فليتبعه، فيدخل النار ويخلد فيها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل هذه المصائب وكل هذه الدواهي العظيمة تصيب هذه الوجوه التي هي سوداء كالحة. لذلك أيها الفضلاء الكرام، من هنا نعلم فضل الله سبحانه وتعالى علينا، ومن هنا يجب أن نحب الله عز وجل وأن تعمر قلوبنا بحب الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأن الله عز وجل بيّن لنا ووضح لنا أيما توضيح هل نتيجة ديال الاستقامة والطاعة وهل نتيجة ديال الانحراف والمعصية. يعني شوف سبحان الله كيف يكرمنا الله عز وجل بهذا البيان، تقول لنا ها الناس ديال الاستقامة، ها النهاية ديالهم، وها الناس ديال الكفر وديال الفجور وديال العصيان، ها النهاية ديالهم. إذا تبين لنا الله سبحانه وتعالى نهاية كل فريق، وهذا هو الذي أشار إليه في قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. هديناه النجدين يعني هديناه الطريقين. فبعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح، واش باقي شي واحد عنده شي عذر يعتذر به أمام الله ويقول لك لا أنا ما فراسي شايف، ما بين لي شايف، ما كذا؟ لا، الأمور بينة وواضحة. يوم القيامة يوم تتجلى فيه الحقائق التي كانت في الحياة الدنيا، غير هنا في الحياة الدنيا ما كتبنش لنا الأمور على حقيقتها، تنغلبوا فيها الجانب ديال الإيمان بالغيب، ولكن حتى يوم القيامة كتولي الأمور كتشاهد، كتولي الأمور كتشاهد. فالطاعات هنا تنقلب جمالا هناك، والمعاصي هنا تنقلب قبحا هناك، حتى في الحياة الدنيا
راه كاتبان لك الجمال ديال الطاعه وكايبان لك القبح ديال المعصيه، ولكن لمن الانسان اللي هو القلب ديالو حي، الانسان اللي القلب ديالو حي في الحياه الدنيا كتبان لي هاد الامور هذه، ولكن الانسان اللي القلب ديالو مطبوع بالغفله ومطبوع بالنسيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى، لا ما كتبانش لي هاد الامور، ما كتبانش لي هاد الامور، ما كتبانش لي الجماليه ديال الطاعه، وما كتبانش لي القبح ديال المعصيه. اما اهل الفراسه واهل الايمان واهل القلوب الحيه فهؤلاء تتضح لهم هذه الامور في الحياه الدنيا. في الحياه الدنيا كيحس الى دار شي طاعه بان قلبه قد انشرح، وبان صدره قد اتسع، وبان وجهه قد علته قد علاه نور الايمان. واذا عمل معصيه في الحياه الدنيا كيحس بان القلب ديالو قد اسود، وبان صدره قد ضاق، وبان بشره وجهه قد تغيرت. فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من القسم الاول، وان يكرمنا بالجمال في الوجه، وان يكرمنا بالنظر الى وجه الله الكريم، وان لا يجعلنا من القسم الثاني. لعلي اكتفي بهذا القدر، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.